معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس والمزيد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة الأساسية والرئيسية لإدخال المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. معبر رفح هو المعبر الأساسي لإدخال هذه المساعدات حسب الأمم المتحدة وحسب تصريحات عدد كبير من المنظمات الأممية الذين تحدثوا عن أن المساعدات الأرضية التي تدخل عبر بوابة معبر رفح هي الأساس وهي الأهم لتخفيف حدة ما يحدث بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم دخل عبر من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم 15 شاحنة من المساعدات الإغاثية بالإضافة لأربع شاحنات للغاز. أفرغت شاحنة من الغاز حمولتها وأفرغت بعض الشاحنات الأخرى حمولتها في الناحية الأخرى بالفعل وعادوا إلى الأراضي المصرية. بالأمس دخل أكثر من 30 شاحنة تقريبا ولكن لم يفرغ إلا 19 فقط شاحنة من المساعدات الإغاثية شحنتها في الناحية الأخرى. حتى بعد أن تفرغ حمولتها يعني الأونروا تواجه يعني عرقلة من قبل قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات، وبينما يعني تحاول مصر بمجهودات مختلفة لدخول المساعدات الإغاثية يستمر القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال على المناطق الآمنة في رفح الفلسطينية وتحديدا منطقة المواصي وشمال قطاع غزة، وأيضا معبر رفح الفلسطيني تم قصفه أكثر من مرة، والأماكن الشريط الخاص بمعبر رفح الفلسطيني وبجانب معبر كرم أبو سالم تم قصف كل هذه الأماكن واستهداف الفلسطينيين، بالإضافة لاشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال حول معبر رفح الفلسطيني وحول معبر كرم أبو سالم ما زال مستمرة حتى بينما نحن نتحدث الآن. هذه هي صورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.